رئاسه الجمهوريه التوقيت الدستوري الثاني المقيد بالثلث المعطل النيابي تصلب مواقف الغريمين الكرديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ابرز دور الحركات النيابيه المستقله انهم بيضه القبان الجديده حليف الحزب الديمقراطي الاكبر نيابيا التيار الصدري حراكه السياسي يستهدف ضم الحركات المستقله لاي نشاط نيابي مستقبلي وبالذات جلسه انتخاب رئيس العراق الموقف ثابت وواضح بالنسبه لعمليه سياسيه بانتخاب رئيس الجمهوريه نحن ما ننضم الى اي جهه انما نحن الدور اللي موجود هو نعم مع انتخاب رئيس الجمهوريه بشكل دستوري صحيح مع حفظ التوازن اللي موجود في الدوله من ناحيه التشريعيه لكن هذا الحراك المتصاعد في النجف وبغداد لدفع البيت الكردي لأداء سياسي أقل حدة طبيعة حوارات البيت الشيعي تحدده مشكلة يمكن صارت مركبة مشكلة من وجوه متعددة مشكلة تتعلق أو إشكالية تتعلق بتوافق الحزبين الكرديين على مرشح لرئاسة الجمهورية ومشكلة تتعلق بتوافق الكتلة الصدرية مع الإطار التنسيق السياسي الشيعي وبالتالي ما ممكن أن أعتقد حل يعني الحلقة الخاصة بالحالة الكردية دون الحل الحلقة الخاصة بالحالة السياسية الشيعية لأن كل الحلقتين واحدة مرتبطة بالأخرى في وقت ترتفع فيه الحواجز السياسية بين أربيل والسليمانية تكاد فسحة التيار الصدري الممنوحة لمنافسيه أن تكمل نصفها الأول نحو ثلاثة أسابيع هي المهلة المتبقية لفرق الساحة العراقية لاعتماد ورقة عمل جديدة حازم الشرع العراقية الإخبارية، بغداد